بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. اليوم غنشوفوا هذا البلان ديال ناقص واحد على بويسونس 1، كيفاش كنديروا نتعاملوا معاه باش نجبدوا الماكس المين السوب والان. حيت الا بغيتي دير التقطير بناقص واحد على بويسونس 1 وبان راه ماشي شي حاجه سهله. حنا كيفاش كنديروا هذا النوع ديال التمارين، يعني كيفاش كنديروا نتعاملوا معاه؟ نجيب ورقه نكتبوا هذه السي ان هذه باش نشوفوا الطريقه ديالو، عندو طريقة خاصة ديالو. بالنسبة للسي ان اللي فيه ناقص واحد على بويسونس ان، يعني كيما عطاك التعبير وفيها ناقص واحد على بويسونس ان، السي ان شنو هي؟ هي ناقص واحد على بويسونس ان زائد جوج مقسوم على ياش؟ على ان زائد جوج، وهنا زائد ناقص واحد على بويسونس ان على جوج. هنا شنو كيلقو؟ سوا ان ابار شنو ان، يعني ان اكبر من او يساوي زيرو. مزيان. اذا كيفاش غنديروا نتعاملوا معاه؟ طريقه التعامل معاه كنعرفوا بلي ناقص واحد على بويسونس ان عنده جوج القيم. الا كان داك ان زوجي فالقيمه ديالو واحد، الا كان داك ان فردي فالقيمه ديالو ناقص واحد. اذا بالنسبه لهنا غنديروا الا كان ان هو جوج ك زائد واحد، حيت ان ك هنا ان اكبر من او يساوي زيرو. ركز هنا، ك ان اكبر من او يساوي زيرو يعني ان كينتمي لان، يعني حتى ديك ك راه كينتمي الى ان. وبالنسبه للحاله الثانيه الا كان داك ان زوجي، كنفرقوا الحالات وفي الاخر كنجمعوا. هنا ك ينتمي الى ان. اذا الا كان هاد ان هذا زوجي فناقص واحد على بويسونس ان شحال كتولي؟ هي واحد. يعني هاد السي ان هذه، السي ان غنسميها السي ديال دوكا، شنو عاد تولي كتساوي ليا؟ هي ناقص واحد على بويسونس دوكا. شحال هي ناقص واحد؟ ها هي باش نكتبها لكم، ناقص واحد على بويسونس دوكا بلس 2 مقسومة ان باش نبدلها بدوكا، دوكا بلس دو. وبالنسبة لهنا زائد هنا ناقص واحد على بويسونس دوكا على ياش؟ على جوج. حنا قلنا بلي كا كتنتمي الى ان. بالنسبة لهنا اجي نشوفو هادشي كيفاش غيولي. السي ديال دوكا بلس ان شنو غتولي كتساوي ليا؟ هي ناقص واحد على بويسونس دوكا بلس ان، هنا بلس دو مقسومة على دوكا بلس ان، يعني ان تعوضها بدوكا بلس ان وعاد داك بلس دو. وبالنسبة لهنا زائد ناقص واحد على بويسونس دوكا بلس ان مقسومة على ياش؟ على جوج. إذا نجي نكملو. السي ديال دوكا شنو هي؟ ناقص واحد على بويسونس دوكا يعني ناقص واحد أس عدد زوجي هي واحد، واحد زائد جوج هي ثلاثة، ثلاثة مقسومة على ياش؟ على دوكا بلس دو. وهنا ناقص واحد على بويسونس دوكا راه هي واحد، هنا زائد واحد على جوج. بالنسبة لهنا السي ديال دوكا بلس ان شنو كتساوي ليها؟ ناقص واحد على بويسونس دوكا بلس ان هي ناقص واحد، حيت دوكا بلس ان عدد فردي، دي الكتاب العامة ديال واحد العدد فردي. ناقص واحد أس عدد فردي راه هو ناقص واحد. ناقص واحد زائد جوج هي واحد مقسوم على ياش؟ على دوكا. وهنا واحد زائد جوج راه هي ثلاثة. هنا زائد، قبل ما نكتب زائد شنو عندي؟ ناقص واحد أس دوكا بلس أن، قلنا هي ناقص واحد يعني ناقص واحد على جوج. ولاحظ معايا دابا شنا في الحصة السابقة كيفاش كنديرو نتعاملو مع هاد النوع هذا. هاهي فين هي؟ هاهي أن و بي أن خدمناهم في الحصة السابقة. كنا وليناهم على هاد الشكل هذا، وشنا يعني على هاد الشكل هذا وعلى هاد الشكل هذا، وشنا كيفاش كنتعاملو معاهم. بنفس الطريقة غنتعامل مع هادو دابا. يعني شنو عندي انا؟ عندي ك كينتمي لان، يعني شنو؟ يعني ك اكبر من او يساوي زيرو. هنا غندير التعميل. شنو عندي؟ ك اكبر من او يساوي زيرو، يعني هنا شنو عندي؟ عندي جوج ك، يعني غنضرب هاد ك في جوج، جوج عدد عدد موجب، يعني دوكا غتبقى اكبر من او يساوي جوج في زيرو هي زيرو. وهنا غنزيد عليها جوج، يعني جوج ك زائد جوج غتكون اكبر من او يساوي شنو؟ زيرو زائد جوج راه هي جوج. هنا لاحظت معايا بلي عندي المقلوب، يعني عاد نضرب في 3، مي عندي المقلوب هادشي غيتقلب. هنا غادي يتقلب، يعني الترتيب غادي يتقلب، غتولي هنا واحد على ياش؟ على جوج ك زائد جوج. هنا غتكون اصغر من او يساوي شنو؟ كانت اكبر من او يساوي، غتولي اصغر من او يساوي واحد على جوج، واحد على هاد جوج هادي. وهنا يكون اكبر قطعا من زيرو، حنا بحال اللي قلتي كانت اكبر من مولان فين. صافي مزيان. اذا هنا عاوتاني خصني نضرب في هاد 3 اللي كاينه في البسط. 3 في 0 0 اصغر قطعا 3 في 1 3 على دوكا بلس 2. هنا اصغر من او يساوي 3 في 1 على جوج هي 3 على جوج. مزيان. اذا وصلنا لهذه المرحله التعميل. دابا بقى لي غير نزيد هذا واحد على جوج، عادي نزيدها
ولكن نمشيو مثلا، ولا نمشيو في مرة واحدة باش بلاش ما نوقفوا وعاد نرجعوا، حتى هادي خصنا نأطروها. المهم فين وقفنا؟ وقفنا في هاد ان 3 على 2 كا زائد 1 نصور ما بين 0 و 3 على 2. اذا هنايا شنو قلنا نزيدوها؟ 1 على 2، ها هي زائد 1 على 2. الا زدت 1 على 2 في هاد الطرف غتكون 1 على 2 زائد 0 هي 1 على 2. هنا اصغر قطعا مناش من 3 على 2 كا زائد 2، هنا زائد 1 على 2. وبالنسبه لهنا اصغر من او يساوي 3 على 2 زائد 1 على 2. شحال هي 3 على 2 زائد 1 على 2؟ هي 4 على 2 اللي هي 2. صافي. اذا التعبير هذا احنا اضطرنا، التعبير اللي كاين هنا داخل احنا اضطرنا، يعني عرفنا في كينتامي، يعني هاد 3 على 2 كا زائد 2 زائد 1 على 2 في كينتامي، كينتامي لهذا المجال. هذا المجال شنو؟ هنا مفتوح حيت انا اصغر قطعا 1 على 2، وهنا مغلق حيت اصغر من او يساوي 2، يعني كينتامي للمجال 1 على 2 2. دابا نمشي نخدم على الجهه الثانيه ملي كيكون داك ان فرضي، يعني ها هو التعبير، اطر التعبير. عندي كا كينتامي الى ان، يعني كا اكبر من او يساوي 0. هنا عندي مضروب في 2، يعني 2 كا اكبر من او يساوي 2 في 0 اللي هي 0. هنا زائد 3، يعني 2 كا زائد 3 راه اكبر من او يساوي شنو؟ 0 زائد 3 اللي هي 3. هنا كيستلزمنا عندنا المقلوب ياك، 1 على 2 كا زائد 3، يعني خصني ندير المقلوب، ها هي نقلبوا 1 على 2 كا زائد 3. هنا كانت اكبر من او يساوي تولي اصغر من او يساوي، هنا كانت 3 نقلبوها تولي 1 على 3. وبالنسبه لنا راه كانت بحال اللي كانت هنايا على انفيني، يعني هنا تكون اكبر قطعا من 0. اذا بالنسبه لنا عندنا ناقص 1 على 2، غنقصوا من هاد 1 على 2. 0 ناقص 1 على 2 هي ناقص 1 على 2. وبالنسبه لهنايا عندنا 1 على 2 كا زائد 3 ناقص 1 على 2. هنا اصغر من او يساوي 1 على 3 ناقص 1 على 2. اذا بالنسبه لهاد 1 على 3 ناقص 1 على 2 خصنا نشوفوا البلان ديالتها. اذا هنايا فين وصلنا؟ وصلنا ان هاد 1 هنا اصغر قطعا ناقص 1 على 2، هنا 1 على 2 كا زائد 3، وهنا ناقص 1 على 2، هنا اصغر من او يساوي 1 على 3 ناقص 1 على 2 راه هي ناقص 1 على 6 بتوحيد المقامات. ممكن تحاول توحدها انت بالاله الحاسبه، ما كاين حتى شي اشكال. يعني هنايا 1 على 3 ناقص 1 على 2 عطاك ناقص 1 على 6، اصغر من او يساوي ناقص 1 على 6. اذا بالنسبه لهنا هذه فين لقيناها كتنتمي؟ هاد 1 على 2 كا زائد 3 ناقص 1 على 2 في من انترفال كتنتمي. المجال هنا مفتوح حيت انا اصغر قطعا ناقص 1 على 2، وبالنسبه لهنا غيكون مغلق عندنا ناقص 1 على 6. صافي مزيان. اذا لاحظوا معايا هذه كانت في من حاله، هاد الاولى هذه كانت في الحاله ديال ان من كيكون زوجي، هاي يعني انا نعاود نكتبها لك هنا، من كانت في ان كيساوي لنا دو كا، وبالنسبه لهنا كانت من ان كيساوي لنا دو كا بلس ان. من كان هذا ان هذا عدد فردي، اذا كانوا عندنا جوج الحالات ان زوجي وان فردي، هذو الحالات اللي كانوا عندنا احنا مشينا بهم ولقينا يعني الحالات تاثر، يعني لقينا الحالات، لقينا سي ديال جوج كا ولقينا سي ديال جوج كا بلس ان، يعني السي ديال جوج كا لقينا لانتيرفال اللي كتنتمي ليه، والسي ديال جوج كا بلس ان لقينا لانتيرفال اللي كتنتمي ليه. صافي. اذا دابا باش نلقى انا، باش نوحد، لا بغيت هاد سي ان انا كالكو سوا ان بارسون ان، حيت كالكو سوا ان بارسون ان يعني النص ديال الاعداد زوجيه والنص الاعداد فرديه، يعني النص الاعداد عتكون كتنتمي، يعني النص الاعداد كتحقق هاد القضيه انه كينتمي لهاد المجال، والنص الاخر كيحقق هاد القضيه كينتمي لهاد المجال. الزوجي كيكون كينتمي لهاد المجال، الفردي كيكون كينتمي لهاد المجال. حنا دابا غادي نخدمو على سي ان، بغيت نقول سي ان انا، بغيت ندوي على سي ان كاملة. اش غنقول؟ سي ان ولا داك التعبير اللي داخل سي ان، حيت حنا كندويو على التعبير بالضبط. داك التعبير اللي داخل سي ان شنو هو؟ ناقص 1 على بويسونس ان بلوس 2 مقسوم على ياش؟ على ان بلوس 2، هنا بلوس موانز ان على بويسونس ان سوغ 2. هاد التعبير هذا في كينتامي؟ غيكون كينتامي لاتحاد هاد جوج المجالات، حيت هما كاين غير جوج الحالات، اذا كينتامي لاتحاد ديالهم، كينتمي لين الاتحاد هاد جوج ديال المجالات. سبق المجال اللي بغيتي، انا سبق مثلا المجال السالب، عندي ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 6، وهنا عفوا ماشي التقاطع وانما الاتحاد، الاتحاد مع هاد المجال هذا اللي هو 1 على 2 وهنا 2. اذا شنو لقينا؟ هاد
عاود نكتبها بحال اللي جات مخربقة شوية. ما علينا، ناقص واحد على بويسونس ان بلوس دو مقسومة على ان بلوس دو بلوس موانز ان على بويسونس ان سوغ دو، في كينتامي التقاطع الاتحاد ديال هاد المجالات، ناقص واحد على جوج ناقص واحد على ستة. هنا ما عرفتش عندي مع التقاطع الاتحاد مع واحد على جوج جوج. اذا بالنسبة لهنا حنا ليش كنقلبوا؟ كنقلبوا على لونسومبل دي ماجورون لونسومبل دي مينورون، كنقلبوا على السوب وعلى الانف، كنقلبوا على الماكس وعلى المين. اذا هنايا بغيت الماكس، مثلا الماكس ديال هاد السي ان، شنو هو الماكس ديال السي ان؟ اكبر عنصر السي ان. كنمشي نشوف هادو اللي كاينه في الاطراف الكبيره، كنشوف كندير مقارنه ما بين هذا وهذا، وكنشوف الكبير فيهم بجوج واش داخل المجال ولا لا، حيت الماكس خصو يكون يعني هو اكبر عنصر كاين في المجال، وشنو ويكون كينتمي ليه. الا ما كانش كينتمي كنقولوا بلي الماكس راه ما كاينش. اذا بالنسبه للاكبر ما بين ناقص واحد على ستة وجوج راه هو جوج، ولاحظ معايا بلي جوج داخل المجال، اذا الماكس سي ان راه هو جوج. قلنا الا لقينا الماكس، الا كان الماكس اكزيست راه مباشره كيستلزم بلي شنو، بلي الانف راهو كيساوي لينا الماكس، عفوا بلي السوبرا كيساوي لينا الماكس. الا كان الماكس اكزيست فصافي راه الماكس كيساوي السوب، يعني السوب ديال السي ان كيساوي لينا حتى هو جوج. بالنسبه لونسومبل ديال اش ديال لي ماجورون، لونسومبل دي ماجورون مناش كيكون المجال هنا مغلق، هنا عندي سوب حتى بلوس لانفيني. سوب شنو هو؟ هو جوج حتى بلوس لانفيني. دابا نشوفو بالنسبه للمين، المين ديال السي ان، المين عاوتاني فين كنمشي نقارن هاد الاطراف الصغار ديال المجال، هذا وهذا. عندي ناقص واحد على جوج وعندي واحد على جوج، ياك عندي ناقص واحد على جوج وعندي واحد على جوج، شكون الصغير فيهم بجوج؟ انا عاوتاني كنشوف شكون الصغير فيهم، الصغير فيهم هو ناقص واحد على جوج. واش داخل المجال؟ لا ما داخلش، خارج. اذا المين مالو نيكزيست با، راه ما كاينش، صافي مزيان. بالنسبه للمين ما كاينش ما كيعنيش ان لانف ما كاينش، لانف يقدر يكون موجود. لانف ديال السي ان شنو هو؟ هو اصغر عنصر كاينه في المجالات، اولا اصغر عنصر كاينه في المجال، ومالو ما كيهمنيش واش كينتمي ولا لا. اما المين خصو يكون كينتمي، الا ما كانش كينتمي راه نيكزيست. اذا اصغر عنصر ما بين واحد على جوج وناقص واحد على جوج هو ناقص واحد على جوج، وما كيهمنيش واش كينتمي ولا لا، المهم اصغر عنصر هو ناقص واحد على جوج، يعني هو لانف. دابا بالنسبه لونسومبل دي مينورون، شنو هي لونسومبل دي مينورون؟ قلنا من موال لانفيني حتى الانف كيكون داخل، شنو هو لانف؟ هو ناقص واحد على جوج. اذا بالنسبه لهذه المجموعه هذه اللي هي سي ان اللي هي ناقص واحد على بويسونس ان زائد جوج على ان زائد جوج زائد ناقص واحد على بويسونس ان على جوج، بحيث ان ان اكبر من او يساوي صفر، هذه الطريقه كنتعاملوا معها، صافي بهذه الطريقه هذه كنتعاملوا معها، كيفاش نجبدوا داك الماكس المين سوب والانف ولونسومبل دي ماجورون ولونسومبل دي مينو. كنفرقوا الحالات، هذه عطيتك حاله خاصه ناقص واحد على بويسونس ان حتى هي اللي كتحط. الحصه المقبله ان شاء الله غنشوفوا الحاله ديال الدي ان اللي كيكون الكوسينوس ديال يعني كوسينوس وداخل منه كاينه ان، ولا السينوس وداخل منه كاينه ان، غنشوفوا الطريقه ديالو حتى هو. اذا الحصه المقبله ان شاء الله.